سائل يقول: في بلادنا عادة سيئة، وخاصة عند كبار السن، عندما تصيبهم مصيبة يستغيثون بالأولياء، وعند تحذيرهم يقولون: نعم نعرف ذلك، ولكن تعود لساني على ذلك. ما هو بعذر هذا، ما هو بعذر، حذروهم، شددوا عليهم، تعود لسانك لا إله إلا الله، لا تعود لسانك في الاستغاثة بالصالحين أو نعم.